بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثانوية عامة في مصر شوطين، الشوط الأول بينطلق صافرة الحكم في شهر 8، نعم، ويبدأ الطلاب في حجز الدروس ويبدأوا السباق وهم مشحونين طبعا وداخلين بحماس شديد جدا، ويبدأ الحماس ده يتناقص شيئا فشيئا. يعني الطلاب في اول ما بيحجزوا الدروس تلاقي عايز تخش ايه، يقول لك طب هندسه مش عارف، بعد شهرين ثلاثه يبدا الحماس يقل والمواد تتقل، والطالب في نفسه كده بيوقع يعني في لسان حاله كده يقول لك يا رب بس نخش تجاره او يا رب ننجح. منحنى بينزل لانه كان شغال بالحماس وداخل بشحنه عاطفيه مش بخطه دراسيه. دي فرق كبير قوي ما بين ان انا اخش السنه بشحنه عاطفيه حماسيه وان انا اخش بخطه محكمه. بيبدا المنحنى يقل لغايه شهر 12 واحد كده تبدا الطلبه يحصل لها نوع من التوقف، نوع من الانتظار للانطلاق من جديد، والطالب بيبقى نفسه تبدا المراجعه. الحقيقه انا بلاقي الطلاب كتير قوي يعني امتى هنخلص المنهج؟ امتى هنبدا المراجعه؟ هي المفروض نخلص امتى؟ المعتاد ان معظم الطلاب بيخلصوا في شهر 3 وتبدا المراجعه في شهر 3، ويبداوا المراجعه الحقيقيه من نص 3. فانا شايف ان الموضوع طبيعي، يعني ليه انت مش حاسس انك انت هتلحق؟ انت خلصت الشوط الاولاني. بس الطلاب تعرف يعني سر الاصل الثانويه العامه المذاكره الحقيقيه ما بتبداش الا من شهر 2 من شهر 3. جدا لهذا السؤال، السؤال ده دايما انا بترصد له وبنتظره، ان الطلبه تقول لك هل ربنا هيساوي اللي بادئ من اول السنه باللي بادئ من شهر 3؟ يا جماعه اولا احنا سبحان الله احنا مالناش دعوه ربنا هيعمل ايه؟ احنا ما نتدخلش ونملي على الله هيعمل ايه؟ صح. دي نقطة أولانية. غير كده كمان هو اللي هيبدأ في شهر 3 ده هو مش هيتعب، مش هيذاكر، مش هيبذل مجهود. مفيش حاجة يعني بتقصد هنا الإرادة والتصميم. طبعًا إرادة والتصميم، الخطة ليست إرادة فارغة ولا تصميم فارغ ولا حماس فارغ، الخطة. ربنا سبحانه وتعالى إدانا عقل وإدانا تخطيط، والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعتمد في كل أعماله صلى الله عليه وسلم على التخطيط الجيد المسبق والإعداد المسبق للأمر. فإذا أنا بقول لطلاب ثانوية عامة وبقولها بملء الفم من خلال خبرة طويلة، يا طلاب الثانوية العامة هتلحقوا إن شاء الله، والوقت هيكفي بإذن الله، بس بشرط يحققوا ثلاث حاجات. ثلاث كلمات لازم يكونوا ماشيين، هم ثلاث مصابيح بتضيء الطريق في الثلاث شهور اللي فاضلين، هم ثلاث مصابيح أو ثلاث كلمات أساس العملية كلها عشان تقول لي هلحق ولا مش هلحق. تلتزم بثلاث حاجات. مع راديو بنذاكر المذاكرة أحلى. شوف انا بدات كلامي بان الثانويه العامه شوطين، الشوط الاول وهو شوط الشرح والدراسه. نعم. الشوط الثاني وهو الشوط الاخير بقى اللي بتبدا فيه المراجعه. نعم. طلاب كتيره جدا بيطلع من الشوط الاولاني خسران 1-0 5-0 6-0 حسب بقى الموضوع يعني. نعم. تمام؟ فالمفروض ان هو بقى هيخش الشوط الثاني، ففي طلبه كتير بيخشوا لك يعني انا ما كسبتش، انا كده خسران كده الشوط الاولاني. فيقوم يحصل عنده نوع من الاحباط وينسحب من المباراه، حتى لو هو بيروح الدروس شكلا هو منسحب من المباراه وحاسس نفسه ان الموضوع بس. وده نوع من انا اسف في التعبير سلبيه وانهزاميه لا تليق ابدا بالطالب المصري ولا بالشعب المصري، دي حقيقه. المفروض ان الطالب ما يسيبش الموضوع غنيمه بارده كده تؤخذ منه وهو ما حاولش. لو حاول في الفترة اللي جاية ديت ممكن يكسب، ويعني يكسب بنتيجة عالية كمان. ثلاث كلمات اللي أنا قلتهم هما حصيلة. أنا ليه عملتهم في ثلاث كلمات يا أستاذ يوسف؟ علشان ما نقدرش نتكلم كتير والطالب يطلع بعد الحلقة مش فاكر حاجة. أنا مش عايز نديله شحنة عاطفية بدون ما يكون عنده قيم وثوابت وأساسيات ينطلق. شوف أول الثلاث كلمات دولت بجد يعني حصيلة. أنا كياما كلمني في ندوات كتيرة والتقييم مع الطلاب ولقيت ان هم بيدوروا حوالين الثلاثه دول بالترتيب. طبعا. الكلمه الاولى سلام. الكلمه الثانيه نظام. الكلمه الثالثه التزام. قبل ما الطالب يقول لي فين الجدول واعمل ايه؟ لازم الاول
تحصل له حالة السلام اللي تؤدي لحالة الإنتاج. طالب سماعة عامة بيبدا سماعة عامة بخناقة. حي داخل خناقة مش داخل يتعلم. نعم. وبيحصل له أثناء السنة نوع من يعني المصاعب الكتير اللي بتقابله وبتخليه في خصام، يبدأ الخصام ده ما بينه ما بين نفسه لما يجيب درجة وحشة. نعم. يحس إن هو مش كويس. يبدأ الخصام ما بينه وما بين الأستاذ اللي ضغط عليه أو اللي هو مش عارف يوصله المعلومة كويس أو اللي هو مش ملتزم قوي مع الأستاذ، خصام مع نفسه، خصام مع الأستاذ، خصام في البيت، يبدأ خصام مع أولياء الأمور إنه ما بيذاكرش وإنه وإنه وإنه. مجموعة الخناقات ديت يوصل ساعات الإحباط ده لنوع من الاكتئاب اللي بيخليه يبعد حتى عن الفروض الدينية أو بيبعد حتى عن حاجات كتيرة أو فبيحصل خصام حتى ما بينه وما بين ربنا سبحانه وتعالى. بيحصل خصام، طالب بيبعد عن ربنا، ما بيذكرش ربنا كويس. طالب صناعة عامة أيضا بيحصل ما بينه وما بين نفسه خصام من خلال إن هو مش قادر يعدي العقبة دي، فبيبدأ يفقد الثقة في نفسه زي ما قلت لك. من السلامة شباب إن إحنا ده مبدئيا لازم نفك الخناقات دي الأول. لازم الطالب الأول يرجع كده يحصل سلام ما بينه وما بين ربنا سبحانه وتعالى. نعم. بالذكر، بصلاة الفجر، بالاستغفار. الحالة دي بتخلي بتولد حسن الظن. الله. يعني أنا لما ببقى نفسيتي تصفى كده وببقى في صلح مع ربنا وبحس إن ما بيني وبين ربنا عمارة. نعم. دي لازم. لازم. ده بيخلي الواحد في حالة من حالات الهدوء الداخلي والسلام، وربنا سبحانه وتعالى بيبارك له، فبيبقى طالما في حسن ظن يبدأ يتولد جوه الطالب، يبدأ حسن العمل. يعني سوء الظن يؤدي لسوء العمل. دي نقطه. سوء الظن بيعمل اضطراب نفسي عند الطالب على طول، بيخليه يرفض يرفض يرفض. مفيش استقبال، مفيش تحسين. عشان كده قبل ما اديله الجدول لازم نحقق حاله السلام. السلام لازم يحصل سلام ما بين الطالب وما بين نفسه. ما بين نفسه يعني ايه؟ يعني يبدا الطالب يفهم ان كلنا بنغلط، كلنا بنقصر. كلنا، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلازم نفهم ده. نعم. ان مفيش حد ملاك، ما نبداش بقى جلد الذات واحنا بوظنا واحنا مقصرين. انا خلاص عارف الطلاب بيعيشوا يعني كتير جدا جدا. كلنا يا جماعه كلنا بنقصر وكلنا لازم بقى نرجع ونقول الشاطر بقى اللي يحصل ما بينه وما بينه سلام ويدرك ان دي طبيعه بشريه، والشاطر اللي هو يرجع تاني يخرج من الازمه النفسيه. بالظبط. لازم يحصل سلام ما بيننا وما بين اللي حوالينا بقدر الامكان، ان يكون في سلام في البيت ما بين الطالب وما بين ولي الامر، ما بين الأب طالب والأب والطالب والأم. لازم يحصل توافق وسلام وانسجام بينهم. مش خناقة، هي الموضوع مش خناقة يا جماعة، لأن طول الليل وطول النهار خناقات دي في البيوت وأنا عارفها كويس قوي. فلازم يحصل حالة السلام دي. حالة السلام تبدأ كمان بولي الأمر إن يبدأ يعني يستوعب الطالب إلى حد ما. أنا عارف إن الطلبة بيعملوا حاجات كتير وبتنافس ولي الأمور. فمعلش خلي ولي الأمور هم الكبار يعني يستوعبوا، بالذات الفترة دي. الفترة دي مش هينفع فيها زعيم، مش هينفع فيها ضغط، مش هينفع فيها خناق، ما فيش حاجه تجيب القوه يا استاذ يسري. صح. بص يعني انا مؤمن دي يقينا، ولي الامر مطشور وعامل اللي عليه ماديا وعصبيا، وزي ما بيقولوا ايدين صوابع من عشر كده شمع. انا بشوف ناس والله بجد يعني بتجاهد من اجل ابنائها جهاد يعني يشكروا عليه، يعني لا يجرم عليه الا الله. فانا عايز اولاد الامور يعرفوا انهم بيعملوا اللي عليهم زياده ويسيبوا النتائج لله سبحانه وتعالى، مفيش حاجه تجيب العافيه. فلازم السلام ده يبدا من اولياء الامور ويبدا من الطلبه كمان، ان هم يدركوا قد ايه ولاد الامور بيحبوهم وخايفين عليهم. نعم. ويحصل انسجام بقى. فالسلام الاسري والسلام البيت ده مهم قوي. طالب صناعه عامه عايزه برضه ما يبقاش في خناقات مع اصحابه ويدخلها جوه الموضوع. خناقات السن ده اصله يعني مش عارفين ايه من الاسباب. تبقى مشكلته مش في المذاكره ولا في الدروس ولا حاجه، مشكلته انه متخانق مع اصحابه بس. عامل مشكله كبيره مع اصحابه، طبعا واخده جزء كبير جدا، والطلاب فيه طلاب عندهم الحاله الاجتماعيه بتبقى رقم واحد عندهم. فارجو من الطلاب الثلاث شهور دول معسكر. طبعا معسكر. واللي بقوله ده مش بعيد عن المذاكره يا جماعه، وباكد يا استاذ يسري ان لو ما فيش حاله السلام دي مش هيذاكر مهما اديله من جداول ومهما اديله من خطط، والله ما هدي. السلام بقى فيه. يعني انا بحب برضه ان احنا يبقى عندنا من السلام يعني ان احنا نغير مفهوم الفوز. طبعا الفوز عند الناس ان انا افوز على الاخر، ان انا امحي الاخر، ان انا اطلع احسن منه. انا استقلاليه متهيألي بلاش الاحساس ده، لان انا بشوف الاحساس ده بيعطل الولاد كتير عن المذاكره، ان فلان جاب اكتر منه، فلان ذاكر اكتر منه. بالنسبه لك لا، ده حاجه ايجابيه، حاجه ايجابيه ان انا اسعى لتحطيم الاخر. ده لا، ده على فكره امال ايه فوزي الصحيح؟ فوز على نفسي.
انا ما اشغلش دماغي بالاخرين قوي، لان لو فزت على ده هلاقي مين يعني هفوز على كام واحد يعني، ليه اشغل نفسي بالاخرين وليه اشغل نفسي بالقصه دي؟ انا احول مفهوم الفوز من الفوز على الاخرين الى الفوز على نفسي وعلى ضعفي وعلى خوفي وعلى ترددي وعلى قلقي، ده الفوز. صح. من السلام برضه استاذ يوسف ان احنا ما نسعاش نكون او ما نحرصش ان احنا نبقى الافضل دائما. حاجه غريبه الكلام، كلامي ده غريب، ناس بتستغربه، مع كل الناس بتبقى عايزه تبقى الافضل. اه طبعا. لا، يا ريت ما نسعاش نكون الافضل، يا ريت نسعى الى ان نفعل الافضل. اه طبعا. بدل ما نبقى مشغول بذواتنا نبقى مشغولين بافعالنا. اه طبعا. لان الرغبه في ان احنا نكون الافضل ده في حد ذاته، تعرف اساسا بتولد ايه ده؟ ان الولاد بياخدوا في الماده 3 و4 دروس عشان يكون الافضل. ليه؟ لانه لقى زميله او زميلتي لقت زميلتها بتاخد في الماده دي درسين، لان هي مش محتاجه تاخد درسين. فبتاخد. فالاستزاي هتفوتني. دي هتفوتني، دي هتستعين، دي بتاخد درسين، ده بتجي لها مش عارف، طب انا هاخد درس. عايش في كبد بقى، هو نفسه عايش في كبد. خلاص بقى بيطلع من درس لدرس لدرس، ومش كده وقت يذاكر اصلا. هو لو يسعى الى ان يفعل الافضل ما كانش همه الاخر. اكيد. ما كانش همه الاخر. عارف لو حاله السلام دي اتولدت والطالب هدى هيرجع طالب طبيعي، كائن طبيعي زي بتاع زمان بتاع اعدادي، مش هتبقى ثانويه عامه الامراض بسبب ثانويه عامه اللي اصابت الطلاب اللي خرجتهم عن الطبيعيه والفطره، ده هيبدا يفوق تاني ويبدا ينتج. ينتج بهدوء بهدوء ويحقق نظريه مهمه قوي. اتفضل. هيحقق نظريه انه ينتج بطريقه 20 80 مش بطريقه 80 20. الحقيقه انا كنت اثرت الناس اللي تابعه ندواتي على الانترنت، كانت في احد الندوات انا كنت اثرت القضيه دي، وهي قضيه مهمه جدا. نعم. الموضوع ده انا كنت قريته في كتاب مترجم بيقول اعمل اقل تنتج اكثر. نعم. الكتاب ده عنوانه كده اعمل اقل تنتج اكثر. هذا الكتاب بصراحه كان من اروع الكتب اللي قراتها، وكان بيقول ان في ناس كثيره بتبذل مجهود كبير جدا وتنتج قليل جدا. حلو. ودي يمكن تلخيص حاله او تلخيص معظم حالات طلاب ثانويه عامه. بيقعد يذاكر بالساعات الطويلة ولكن ينتج وريقات لا تعد على الأصابع ومعلومات لا تتعدى يعني معلومات ولد في ابتدائي قاعد يذاكر. طبعا التحصيل بتاعه تحصيله قليل جدا، زي بالظبط بقول لك اللي حط بنزين في عربية وفضل يلف في دايرة قطرها مثلا 10 كيلو ولا 20 كيلو وهو بيلف في نفس الدايرة، هو ما بينتجش حاجة. فالطالب بيبص لا بيقعد بالساعات وما بينتجش حاجة. ليه؟ بيذاكر غلط. الفكرة إنه بيذاكر غلط. نعم. لكن هو لو عنده السلام الداخلي وعنده الهدوء ومعاه خطه يا استاذ، معاه خطه، معاه نظام، الكلمه الثانيه في كلماتنا احنا قلنا سلام نظام التزام، احنا كل ده لسه بنتكلم في السلام اللي هو بيمهد الارض لبناء هذا الصرح الكبير. نعم. فال 20 80 انك انت تذاكر بذكاء، تذاكر بالنظام، تذاكر بخطه موضوعه تنتج بيها الكتير. السكينه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. نعم. السكينه. نعم. السكينه الم نشرح لك صدرك. نعم. الا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا تبدا بقى تبدا القاطره تنطلق بقى. تنطلق على طريق صحيح ممهد، عارف رايح فين وعارف هيقف في المحطات وعارف ما فيش مشكله خالص عندي، ما فيش مفاجات. نعم. من خلال النظام، من خلال النظام اللي هي الكلمه الثانيه بتاعتنا ده، ده السر بجد اللي هو النظام الصح اللي اتحط للطالب يمشي عليه. نعم. النظام خطه محكمه من خبير، مش يحطها طالب لنفسه. ممنوع منعا بدا طالب يحط خطه لنفسه. مع احترامي لكل طلاب مصر، انت دي ثانويه عامه اول مره تشوفها، انت ما تعرفش تحط نظام لنفسك. دي حقيقه، دي حقيقه. مع ان احنا بنشوفهم في البيوت دايما يقول لك انا لو املك ان انا اجيب لك اصوات الطلاب دلوقتي هيقولوا لك ايه؟ هيقول لك كل الجداول دي بتتكلكع في الاخر وبتترمى بسبب المهملات. ده حقيقي. طلبه ياما عملوا قضوا ساعات طويله، ما هو بيجي له طالب بقى بيعمل ايه؟ يسيب 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 وبعدين يمسك جدول ويقول لك بقى انا جدول محكم بقى. نعم. من الساعه 7 وربع للساعه 7 وثلث، بص يعني يعني الدقه يعني هذاكر مش عارف باب فيزياء، ومن الساعه بقى 8 ونص مش عارف الساعه كام. ايه اللي بيخليهم يعني يوصلوا في النهايه ان ما يقدروش ينفذوا جدولهم يا استاذ؟ لانه مش بيحطوا الكائن بشري، هو بيحطوا الانسان الالي، هو حاطط جدول لانسان الي مش لانسان من لحم ودم وعنده نفس وعنده عقل وعنده ده هو بيحط لنفسه بيعتبر نفسه بقى انسان آلي بقى وهيهو. نسى المرونه ونسى حاجات كتيره جدا في النظام، لان النظام ده ليه شروط يا استاذ يسري والطالب مش عارفها، لان الطالب بقول لك اول مره يشوف ثانويه عامه، فما فيش يعني الخبره لا ينبئك مثل خبير، فلابد ان النظام ده يحطه، ومش واحد صاحبه دخل طب يحطه. الحته دي انا بدوس عليها قوي، لان في طلبه كتير قوي
الاولاد اللي دخلوا كليات قمة اللي بتسميها كليات قمة، يعني مش عارف اسميها كليات قمة في ليه في مصر بس ما علينا. يبدا الطالب اللي دخل طب او دخل هندسة ده بقى يعطي بعض النصائح معظمها مبالغ فيه، معظمها غير خبرة، معظمها ينفع معها هو ما ينفعش مع الطالب. فعايز اقول للطلاب ما ينفعش تاخد نظامك من حد اكبر منك بسنة ولا سنتين. مش معنى ان دخل كليات قمة انه خبير في ثانوية عامة. مش ما ينفعش تاخد نظامك او انت تحط نظامك لنفسك، لان انت هتحطه بحاجه من الاثنين، يا اما هتبالغ قوي قوي وتحط ساعات كتيره وحاجات كتيره وتيجي تنفذها ما تعرفش فتحط. طب انت غلط. طيب مثالي بابا او ماما يحطوا له الامتحان. برضه مع احترامي ليك يا استاذ ياسر، بابا او ماما ما يعرفوش يحطوا، ما يعرفوش يحطوا الجدول، ما يعرفوش يحطوا نظام جدول. من عارف ما يعرفوش يحطوا جدول ولا نظام. ليه؟ بابا وماما عندهم لو حطوا الجدول بيحطوه بخبرة ثانوية عامة من 20-30 سنة. الدنيا اتغيرت. الجيل اتغير. مع احترام البابا طبعا طبعا. كمان بابا وماما لما بيحطوا الجدول بيحطوه بعاطفة. بعاطفة أكثر منها بخبرة. وبالتالي كمان أنت عارف بقى زمار الحي لا يطرب. يعني عارف بابا وماما يعني انت يعني اولاد كتير جدا ما استجيبوش للنقطه ديت، رغم ان انا بشوف والله يعني سبحان الله لابد ان يعني اسجل هذا الامر. يعني انا بشوف امهات واباء بجد بيسمعوا أمرهم ولاد جنب ولادهم علشان يذاكروا. انا مش امهات بتقعد على القناه عندي بيبعتوا لي هي اللي بتذاكر عشان تذاكر لاولادها. احساس الام. انا عايز برضو الاب والام ممكن يحطوا جدول لو هم خبراء في سنه عامه. لو عشان نروح للنظام الصحيح بقى واقول لك على النظام الصحيح اللي الطالب يحطه، انا ما اقدرش اقول له تعمل ايه بالظبط، بس انا هديه سمات للجدول اللي يحطه اللي هو من تقريبا نص ثلاثة من 15-3. النظام انا مسميها كده انه لابد ان يتحقق فيه خمسة ميم. نعم خمسة ميم. مع راديو بنذاكر المذاكرة أحلى. خمسة مين ديت أنا بعملها كده عشان الطالب يفتكر. نعم. علشان زي ما قلت في اول الحلقه ما يفضلش الطالب يعني يسمع كلام كتير وما يطلعش بحصيله، لازم الطالب بعد الحلقه ديت يطلع بالثلاث كلمات والخمسه مين دول. ليه الخمسه مين؟ اي طالب في الدنيا بطالبه هو بيحط نظام او بيحط جدول. يا سيدي اهو انا بديك سمات الجدول تمشي عليها لو انت عايز تحط الجدول. نعم. لازم تمشي على الخمسه مين دول. اول حاجه ان الجدول ده يكون ممكن التحقيق. مين؟ ممكن. والله مين؟ دي واحد. ممكن. متوازن. 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 بالظبط. ومتوافق. متوافق. مرن. مرن. مستمر. مستمر. يعني ممكن ومتوازن ومتوافق ومرن ومستمر. ده النظام اللي هينجح بيه ويجيب الدرجه النهائيه، ولازم يصبر معايا ويفهم يعني ايه الكلام ده علشان لما ينطلق يبقى فاهم كويس قوي ان اي احباط هيجي له او اي حاجه يا استاذ يوسف محتاجه اراده. الجنه محتاجه اراده. طبعا الجنة محتاجة إرادة. نهضة مصر محتاجة إرادة. كل حاجة في الدنيا محتاجة إرادة. نعم. هو الفرق إيه ما بين بني آدم بيوصل وما بني آدم ما بيوصلش؟ إرادة. عشق لما يفعل وإرادة على أن يفعل. صح. وتوكل على الله طبعا سبحانه وتعالى. ونعم بالله. فحكاية ممكن ديت. نعم. ببساطة شديدة جدا. ممكن إيه بقى؟ ممكن تحقيقه. يعني الله. كلمة ممكن جدول ممكن تحقيقه. هيبقى جدول ممكن تحقيقه. بالظبط. يبقى كده امتى بقى يمكن تحقيق الجدول ده؟ ببساطه شديده جدا انه يعمل عمليه حصر الاول لما سوف يقوم به من عمل. بالظبط. حصر. يعني انا عندي سبع مواد. السبع مواد دولت اشوفهم كم ورقه. نعم. واعد المذكرات كده اللي عندي كده، اقعد كده اعد المذكرات كده واستهدى بالله كده واشوف كم ورقه. 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 بالورقه. بالورقه. علشان ادرك حجم العمل. انا لقيت مثلا متوسط ان الماده بتاخد 200 ورقه. 200 ورقه في 7 يعني 1400 ورقه. انا معايا 1400 ورقه. يا نهار ابيض طالب بقول لك 1400 يا ريتك قلت لنا كم كم كبير. نعم. لا هو 1200 ورقه مش كتار.
لان بكره يشوف في الكليه لما يخش الكليه ممكن في كليه حقوق مثلا كمثل يعني الماده الواحده الكتاب الواحد بيوصل ل 1000 ورقه صحيح وبيدرسوا في ترم يعني مش كمان مش في سنه كامله دراسيه 10 شهور ده بيدرسوا في ترم اخواننا اللي في كليه الطب في كليه الهندسه ساعات بتبقى في الكتب وفي الطب بالذات اللي هو عايز يخش من نفسه يخشها او سياسه واقتصاد او غيره هيلاقي الضخامه دي هيلاقي الكتب او ثلاث اربع كتب ومتوسط الكتاب انا عايز اقول هو ده العلم والعلم كم والكم لابد ان احنا نعرف ان ربنا مدي مخ الطالب ومخ الانسان قدرات هائله على ان 1200 ورقه دولت قدام 10000 ورقه يفيدني بنقطه مهمه جدا ان انا هقسم عدد الاوراق دي او عدد الكم ده هقسمه على 3 شهور ما انا 3 شهور بقى خلاص يا زي ما بيقولوا يا قاتل مكتوب انا كل الموضوع ان انا هعرف بس عشان اقسم تقسيمه صح عشان ما ابقاش خايف ان حاجه تقع مني لان الطالب هو بيذاكر لما بيذاكر الكيمياء خايف الاحياء وقعت منه بيذاكر الاحياء خايف الانجليزي وقع منه بيذاكر خايف فحاله الخوف دي مش مخلياه لكن انا مش مخلياه يركز لكن انا لما اعرف بقى ان انا عندي 1200 ورقه وعندي مثلا 90 يوم اذا ما اصبحش عندي مجهول بالظبط ما عنديش خوف من مجهول ما عنديش مجهول انا عارف ان انا قاسم عدد قاسم عدد ال 1200 ورقه على 90 يوم وعارف ان انا كل يوم لازم احقق هدف عدد ورقات معين فالحكايه ان هو كمان لما يشعر ان هو من ال 1200 بعد اسبوع بقوا مثلا 90 بعد اسبوع عفوا 900 بعد مش عارف شهر بقوا فبيحس انه بينجز ودايما اللي ليه جمله انه تحقيق هدف صغير يغري بتحقيق هدف اكبر طبعا الامل بالظبط الامل بيتولد امل والامل بيكبر وانا خلصت النهارده 20 ورقه خلصت 30 ورقه خلصت 40 ورقه ببقى اللي شاغلني انا خلصت قد ايه بس خلصهم بفهم طبعا وبتحصيل طبعا وهي ده بيسوقنا برضه استاذ يوسف الى ان صدقني الفهم بيخلي الحفظ اسرع انا لما بفهم بحفظ اسرع فانا لو انا قلت عندي 3 شهور دولت كل المواد ده انا مش بتكلم عن اللغه العربيه تخصص بس كل المواد ده انا عندي الهدف ده عايز اخلصه النهارده مثلا طب هو برضو يعني هو الطالب يقدر يذاكر قد ايه والصفحه بتاخد قد ايه وقت انا عايز اخش في يعني في زي ما بنقول التفاصيل ديت لانها مهمه قوي يا استاذ يسري مهمه قوي 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 اتفضل خبراء التربيه بيقولوا التعليم ويقروا كده ان الصفحه بتاخد من ربع ساعه لثلث ساعه مع الطالب الطبيعي هم فاهميني يعني الطالب اللي متوسوس بيطلع اخر السطر ويرجع تاني لاول السطر يقول لك انا نسيت يرجع عارف زي اللي ماشي بيجدر شويه رمل في رجليه ماشي الصلح فاتي نعم نعم عندك حق صحيح والله بجد نعم فانت لو الورقه خدت معاك اكتر من ربع ساعه ثلث ساعه انت كده بتغلط كده في خلل كده في عدم تركيز كده الموبايل جنبك وفتح الفيسبوك كده ودك بره عشان بتشوف بيقولوا ايه كده انت بتفكر ازاي تنزل تعالى تخيل بقى ان بقول متوسط يعني في ورقه ممكن تاخد 5 دقائق خلي بالك برضه بقول انا عارف الطلبه بيقولوا ايه دلوقتي لكن طب ما في ورقه بتاخد نص ساعه وساعه مش عارف ومساله تحيرني ايوه انا بقول المتوسط يعني انت في الاخر في ورقه تاخد 5 دقائق في ورقه فعلا تاخد 5 دقائق وفي ورقه تانية ممكن تاخد نص ساعه لكن في الاخر هلاقي المتوسط بس اذا انا في الساعه يا استاذ يوسف بذاكر بكام بسرعه كام ورقه في الساعه انا بذاكر بسرعه 4 ورقات في الساعه في القياس 4 ورقات في الساعه طب هنتج انا لو ذاكرت يوميا 10 ساعات هعمل لي 40 ورقه يا سلام زي الفل جدا 40 ورقه ما اعرفش تعملوا في ايه بقى فيزياء كيمياء رياضه احيانا المهم 40 ورقه المهم 40 ورقه المهم 40 ورقه تخيل 40 ورقه يعني انا في شهر اقدر اخلص ال 1200 صفحه اللي هو احنا بنتكلم بلغه الارقام نعم ولغه الارقام لا تكذب طبعا مش بنتكلم بمواعظ وحماس وعاطفه لا 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 ارقام 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 واللي عايز يعترض علي يقول لي ارقام يا استاذ يوسف وانا عندي معلش يا استاذ يوسف قبل ما تكمل الكلام انا عندي مقوله مهمه قبل هو الطالب عايز ايه من ثانويه عامه يا استاذ يوسف؟ رقم في النهايه في النهايه في النهايه عايز رقم مجموع 99% 100% ولن يتأتى هذا المجموع الا بالفهم والدراسه والتدقيق والتركيز الخص لك اكثر الارقام لا تحقق الا بالارقام الارقام لا تحقق الا بالارقام هو عايز رقم لو مشى بالارقام اللي احنا بنقولها دي هيوصل للرقم هيوصل وهيعديه كمان النظام اول مين في النظام اول مين في النظام لازم الطالب يعرف ان ده ممكن ولو مش ممكن يبقى انت السبب مش احنا السبب
لأن طلاب كتيرة بتعلق شمعتها على ضخامة المواد وعلى تحلف المواد وعلى إن البلد ما فيهاش تعليم. بلاش فلسفة بقى دلوقتي. إحنا عايزين حق مستقبل. بلاش فلسفة، الفلسفة دي بعيدة خالص دلوقتي. انت هتقولك المناهج بايظه، يا عم المناهج بايظه والناس بتخش بلا طب، انا مالي المناهج بايظه، اطلع ابقى حاجه وعدلها. صح، دي اول ميم. دي اول ميم. الميم الثانيه بقى، الميم الثانيه ان يكون بعد الممكن ان يكون النظام متوازن. يعني ما يبقاش مثلا لمده اسبوع حق الفيزياء وبس. يعني في طلاب يقول لك انا همسك الفيزياء الاسبوع ده ويسيب كل المواد الثانيه. جاي من مدرس الفيزياء، خارج مدرس الفيزياء، اثنين مدرسين، ثلاثة مدرسين فيزياء، ممكن تعرف فيزياء دي مادة انا عارف طلاب قد ايه عاملة دوشة في دماغ الطلاب. تمام؟ طبعا الكلام ده غلط، ده مفيش توازن كده، ده عدم توازن. لابد ان تذاكر كل المواد بالتساوي، او بمعنى الاصح بتوزيع عاقل جيد. فلازم يكون متوازن في عدد الساعات اللي بيديها للمواد، مفيش مادة احسن من مادة، ولا مادة اهم من مادة، ولا طلاب علمي، طلاب علمي برضه عندهم خطأ كبير جدا بيرتكبوه، وهو تأجيل المواد اللي هي اللغات ثلاثة. كنوع من إحساس، نوع من الغرور إنه في الآخر عربي هيلمه، ده إنجليزي أنا عارفه من زمان، أنا خريج لغات، ده فرنش، لا ده لا فرنش ده لعبتي، سيبك يا عمي أنا الأحياء الكيمياء. أهو ده عدم توازن. يجي طالب علمي بقى شهر خمسة عشان النصيحة للأسف السوداء اللي اتنصح بيها قبل كده، أجل الحاجات دي لشهر خمسة، يجي يفتح المنهج في شهر خمسة مصطم وصدم عنيفة. فطبعا ايه الدرجة استاذ يوسف اللي هتطير في الاحياء؟ مش زي الدرجة اللي هتطير في العربي بالظبط. ما بمسكش مادة واسيب المواد التانية، دي خطيرة جدا. الكلمة التالتة في او الميم التالتة بتاعتنا ان يكون متوافق. يعني ايه متوافق؟ متوافق مع قدراتي. اكيد قدرات الطالب بتختلف، قدرات الطلاب بتختلف. في طالب ما شاء الله عليه بيحفظه بسرعة جدا، بيدي ربنا قدرة ربنا اداها، وفي طالب تاني بيحفظ ببطئ شوية، خلاص ده اللي متوافق معايا، هو دي قدرتي. يعني انا برضو ما احاولش ان انا اعدي قدراتي، لان انا المخ ده اصلي زي بالظبط اللي بقول لك كده مفتاح الكهرباء، لو حملته زياده عن اللزوم وفوق طاقتك مش متوافق مع قدراتك يعني هيفصل. ايوه صح، انت اديني ضلمني خالص. مش معلومه انا هتخش، والله لو قعدت قدام الكتاب مبرق ساعه كده مفيش معلومه. فانا عارف قدراتي، انا بحترمها وعارف كويس قوي ان دي قدراتي، وانا مبسوط بيها، انا مبسوط بنفسي كده، بس مش برضه البطء السلحفاتي. ما انا بقول قدراتي اللي احنا قلنا ربع ساعه تلت ساعه في الصفحه اللي هي اكتر حاجه. ده متوافق. متوافق بقى مع حاجه كمان بقى استاذ يوسف، اي نظام تحطه، اي طالب يحط نظام لازم يتوافق مع الدروس. ما يبقاش الاستاذ فؤادي الاستاذ بتاع الدرس يدي جدول وبيراجع وبيعمل، وانت بقى الطالب فاكر نفسه ان هو خلى الاستاذ فؤادي يعمل حاجه بقى وانا اعمل حاجه ثانيه في البيت. بص ده لا طال ده ولا طال ده. تبص لي يروح مذاكر مثلا ومش راح، وراح الدرس مش مذاكر، يقابل طبعا بعاصفه من الاستاذ وباعتراض على اللي فعله، وبانه يشعر هو بقى من الدرس للدرس للدرس، تلاقي بقى انه بقى ملطشه فبيخرج طبعا تاني ويحس انه ما عملش حاجه. عندي بكره ايه؟ انا عندي بكره ايه؟ طبعا مش انا عندي النهارده 40 ورقه بذاكرهم؟ نعم. وعندي بكره انجليزي وكينيا، يبقى ال 40 ورقه انجليزي وكينيا. نعم. عشان اروح وانا هادي. بالظبط كده معانا ثلاثة ميم، ميم الممكن والمتوازن والمتوافق. طيب الحاجه الرابعه بقى المرونه. مرن فاكر الجدول اللي الطلاب قلت لك، بقول لك لا مفسد، لا مفسد المهمله. نعم. ليه يا مفسد المهمله؟ مش مرن. مش ما فيش مرونه. هي عارف يعني نظام صارم جدا. ولو وقعت منك حاجه تحس الجدول كله باظ. فيقوم الطالب يعمل ايه؟ بقى عامل عارف لعبه السلم التعبان. كل ما ده ينزل تحت تاني ويطلع. كل ما يطلع ينزل تحت تاني، كل ما يطلع. نعم. ليه؟ لان ما فيش مرونه. لكن المرونه في ال 10 ساعات وال 40 ورقه ايه؟ فلنفرض ان جاني حادث طارئ، حاجه طارئه، انا كنت تعبان، حد زارنا وانا ضاع مني وقت وضاع مني ورقات، فانا بعمل بذكاء شديد جدا. انا ضاع مني قد ايه النهارده؟ راح كده بحسبه بسيطه، ضاع مني النهارده ساعتين ثلاث ساعات وما ذاكرتش، او ذاكرت ال 10 ساعات بس حصلت ما فيش الا 20 ورقه ولا خمسه، ولا كنت سرحان وبتاع. خلاص اكتبها في ملاحظات ان انا عندي تقصير بنسبه كذا كده. استاذ يسري نسبه كذا دي مهمه. طبعا عشان ما هي برضه بلغه الارقام. بالظبط. يعني حتى لما يبقى عندي تقصير ابقى عارف نسبه وحجم التقصير قد ايه. نعم. لان طلبه في الطلبه مبالغه جدا، مبالغه. اول ما يفوت مني يوم ولا اتنين مذاكره وخلاص انا فشلت، انا فشلت. طب يا عم ما تشوف نسبه التقصير قد ايه وتبدا تعالجها.
انت النهارده اذا كنت 6 7 ساعات ما كملتش، 3 ساعات دول وزعهم على الايام، او بكره اذا كان 13 ساعه. الاراده جميله، الاراده متعه. نعم. وبعدين بس النوم تحدي جميل، ما تتحدى نفسك يا اخي. يعني بدل ما تتحدى صاحبك في ماتش كوره وهتكسبه بكره، بدل ما تتحدى واحد صاحبك انك هتكسبه في لعبه على الموبايل وهتجيب سكور اعلى، او هتشتري موبايل جديد يعني معاه موبايل 5 كاف والتاني عايز مش عارف. مفهوم التحدي عند الطلبه انصرف لاشياء اخرى. نعم. حاجه غريبه. نعم. يعني نعم. دي ادم زعلان بصراحه. لا ان شاء الله تحدي. ان شاء الله ان شاء الله تحدي ان انجز المهمه دي. صدقني بيبقى في متعه في انجاز المهمه. يعني الواحد لما بيحط هدف ويحققه متعه. فالمرونه هنا بقى كمان بتنقذني من الانهيار، ما بتخلينيش احس ان الدنيا باظت، احس ان في حل، في خطه ب. يعني في خطه الف وخطه ب. انا خطه الف ماشي عليها، لو خطه ب وقعت مني، لا خطه الف وقعت مني بروح بعدل ده. بس بقى برضه الاراده زي ما انت قلت يا استاذ يسري، ان انا مش هبقى اي عادي بقى، ما انا لو قصرت في يوم ما انا هعوضه في الثاني، ويجي الثاني ما انا قصرت في الاثنين فهعوضه في الثاني. الميم الخمسه بقى يا استاذ يسري مستمر، ان النظام اللي يحطه يستمر عليه. خلاص انا اخترت نظام همشي عليه، ما اقعدش بقى انا جيت سمعت استاذ اسامه دلوقتي استاذ يسري في الحلقه ديت وحطوا شروط للنظام اللي هتحطه ده، ها وهندي التطبيق عملي كمان شويه، ان النظام ده اللي انت حطيته ده يروح لمدرس تاني يسمع، او في حته تانية، او يقرا كتاب، او يشوف على الانترنت، يعني يلاقي نظام تاني يقوم يعمل ايه؟ خلاص. وكان بدا في نظام ده يومين ثلاثه اللي هو نظام ايه تاني عشان الطلبه ما تدورش مني، اللي هو 10 ساعات و40 صفحه بس. انا مش عايز اكتر منك، انا مش عايز منك اكتر من كده. 10 صفحات و40 صفحه، وده ممكن، وده ممكن مش موضوع اللي احنا قلناها بس، ومتوازن ومتوافق مع مين؟ مع الدروس ومرن. عايز اكتر من كده ايه؟ طب مستمر مهم قوي، استمر. حتى لو في نسبه تقصير استمر، مش استمر في التقصير، استمر في تعديل هذا التقصير. وبالتالي الاستمراريه هتبدا يا استاذ يسري تديني الشجره تكبر. ودي نفسي اقولها دايما، اضرب المثل ده لاولادي. اقول لهم يا حبايبي لو انت جيت زرعت شجره عندك كده، او زرعت مثلا عندك حاجه كده شريط ورد كده في يعني البلكونه بتاعتنا، وحطيت بذور وجيت سقيت البذور دي ونمت، وصبحت الصبح قمت تبص على البذور لقيت زمايل. انت زمايل كده ليه؟ يمت ببرش ولا ايه؟ بس الصبح عدى، الظهر عدى، العصر عدى، رحت تبص على البذور زي ما هي ما كبرتش. تقوم تعمل ايه؟ في طلبه يعملوا ايه؟ يا عم ده مش باين، باين عليها مش نافعه، يقوم ماسكها رميها. يا اخي اصبر. يا اخي اصبر. الثمره لا تحدث فورا. نعم. وبقول لطلابي تحسن المستوى لن يحدث فورا. لازم يصبر لغايه ما يلاقيها كبرت قدامه ورعرعت، ويلاقي نفسه بيتقدم، ويلاقي نفسه بيحل، ويلاقي نفسه مستواه اتحسن، ويكتسب مهاره طول عمره ما ينساهاش، انه بيعدي عقبات. ان مش اسرعنا يا استاذ يسري، مش هي بس العقبه اللي هتقابل ولادي الطلاب، هو هيطلع من ثانويه عامه هيلاقي الجامعه وبعدين محترك، حتى الحياه نفسها بعد كده محترك محترك، الحياه كلها ثانويه عامه يا استاذ يسري. بالظبط. وهيطلع والمحبط في ثانويه عامه اللي ما يقدرش يعديها برضه مش عارف ده بيعدي عقبات وكده. فالنظام اللي احنا حطيناه يا استاذ يسري عوده للنظام ده، لو ولادي طبقوه على العربي صدقني اهو دي بقى ان شاء الرحمن الرحيم اللي الهديه اللي انت كنت بتقول عليها. انا بحب الطلاب قوي بجد بجد، بحبهم وشايفهم دايما كلوز، لذلك دايما بحب اقدم لهم حلول عمليه. كلمه عمليه دي مهمه قوي طبعا، مش مجرد طبطبه بالكلام ومش مجرد تنوير وخلاص، لا ده انا عايز ادي له حل عملي. وده اللي خلانا نعمل موقع بنذاكر وصفحه بنذاكر وقناه بنذاكر، هم الثلاثة موجودين، قناة يوتيوب وصفحة وراديو بنذاكر. انا وراديو بنذاكر ده الوليد الجديد يعني. كل ده صحيح يعتبر حل عملي، لاني لا اؤمن ان الحب كلام، الحب عملي. فمن احب طلاب مصر فليقدم لهم. وبقول للمدرسين مصر كلهم يا جماعه الفرصه متاحه دلوقتي انك تقدموا، وتقدموا كتير لطلابنا، ومش بتكلفه، ده انت هتسجل حصتك وترفعها. يعني عشان ما تبقاش كاتب للعلم. اخلص بقى للهديه اللي احنا هنقدمها لطلابنا، عشان انا عارف ان هم مستنيينها. الهديه ديت ان انا هرفع مراجعتي بالكامل اللي موجوده في الواقع على الانترنت بصوره تكاد تتطابق مع الواقع ويستفيد منها طلابنا استفاده كامله. ان شاء الله طبعا. جميل. تبدا بجدول المراجعه.
انا احط للطلاب جدول المراجعه بتاع العربي على صفحه نذاكر مع الاستاذ اسامه عز الدين بالدروس. يوم 15/3 هتذاكر الدرس كذا والدرس كذا، يوم 16/3 هتذاكر درس كذا ودرس كذا، ما احنا اتفقنا. اللغه العربيه كلها 48 درس. الله. اللي هم الادب والنصوص والنحو والقراءه. نعم. الادب والنصوص والقصه والقراءه. دايما انا هسال حضرتك سؤال مهم جدا يا استاذ اسامه، انا قريته في كل التعليقات قد تكون او غيرها. في حزب الفتره اللي فاتت عشان وزير جه وزير اتشال والقصه دي، لكن كان اخر قرارات الوزير السابق اللي هو محمود ابو النصر، استاذ محمود ابو النصر، كانت حذف الجزء اللي هو ادب المسرحيه ومسرحيه كليوباترا. نعم. ادب المسرحيه كاملا ومسرحيه كليوباترا، وده كان كويس انه اتحذف. نعم. اتحذف كمان الوحده السابعه اللي هي الممنوع من الصرف. دول الثلاث حاجات. طب كنا بقت الهديه من فضلك ان شاء الله. البقيه الهديه بقى ان احنا قلت لك ان حضرتك ان في البدايه ان الحصر مهم قوي. نعم. فنطبق الكلام اللي احنا قلناه اللي هو الممكن والمتوافق والمتوازن والمتوازن. لا هنطبقها حضرتك على ال 48 درس بتوع اللغه العربيه. بالظبط. نعم. لان انا الفكره ان الجدول هيطلع بي دي اف موجود على الصفحه، الطالب ينزله ويطبعه لو سمح يطبعه او يحطه على موبايله، لان انت عارف هم ماسكين الموبايل اكتر من اي حاجه في الدنيا. فيتابع معايا النهارده هيذاكر ايه، يمشي بس ورايا خطوه بخطوه، لان انا حاطط له كل يوم هيذاكر ايه في العربي. يعني ده هيبتدي الجدول من 15/3 ان شاء الله. من 15/3 ان شاء الله. من 15/3 باذن الله. واللي يسمع الكلام ده بعد 15/3 فلنفرض حلقه مسجله وعلى اليوتيوب وعلى الانترنت، يا ريت ما يتخضش، ما يحسش ان الدنيا باظت، لا عادي، انت ممكن تمسك الجدول تشوف تتدارك ايه اللي فاتك وتضغط نفسك شويه وتحاول تحسن عادي. يا اخي احنا مدينا قدام شويه، اجري انت شويه هتلاقيك حصلتنا وتمشي بعد كده زي. فانا عايز الناس دايما في ما تحبطش جاهد بالظبط، جاهد واجري، لان ميزه الجدول ده كمان يا استاذ يوسف ان هو بيخلص المنهج في شهر وبالراحه 20 80 بقى، ان انا هدي له اللي هو عايزه بهدوء وبالراحه ويخلص المنهج بهدوء. لان الطلاب كتير يقول لك المنهج اللغه العربيه دي ضخمه جدا، انا مش عارف ايه المنهج العربي، العربي ده مش عارف ايه يا يعني جماعه بالراحه. انت قعدت شفت العربي ده قد ايه؟ انت قعدت دورت 22 فصل قصه فصل قصه، ده اللي مكبره ومخليه 48 يا استاذ يوسف ان في 22 فصل قصه. انا عندي 9 مواضيع ادب بعد الحذف، وعندي 9 نصوص ادي 18، وعندي 8 مواضيع قراءه ادي 26. 22 شفت 26 نص المنهج اللي فاضل قصه طه حسين، يعني حاجه بسيطه جدا وقراها قبل ما ينام، بس بعيد عن الشد وعن المبالغه وعن لا. 22 فصل قصه، لا معايا 48. طب والنحو والبلاغه والتعبير؟ لا دي مهريات محتاجه حل. يعني انا الجدول قايم على فلسفه ان انت كل يوم تختار اي حاجتين، هما حاجتين انا هحطهم طبعا، فتستغرال مع فصل قصه، مش عارف موضوع قراءه مع موضوع مثلا نصوص جديد او مع ادب، وكل يوم يحل لي، بس مش عايز اكتر منه. الناس اللي عارفه الكلام ده موجود كتاب الامتحان هيحل منه قطعه نحو قطعه بلاغه بس، قطعه نحو دي يا استاذ يوسف ما تاخدش منه تلت ساعه بتصحيحها لو هو قاعد كده قدام الفيديو. طبعا ما يبقاش طالب سلحفاتي، يبقى طالب بينجح السريع المفيد. نعم. يا استاذ يسري نشاط. نعم. يقعد تلت ساعه يا استاذ يسري لو فتح وصحح ورايا قطع النحو، الحمد لله رب العالمين قطع النحو دي يعني لا يعني مش عايز اقول لك لقب قبول قد ايه عند الطلاب، لانها حل عملي. لا هو واضح يا استاذ يسري، واضح حل عملي. وتحل ورايا قطع البلاغه، وانا تباعا واقول للطلاب اللي دايما يسالوني يا استاذ قطع البلاغه ناقصه، يا استاذ قطع النحو ناقصه، احنا في القطع 64 وممكن نوصل ان شاء الله تباعا. وبحل كمان قطع النحو بتاع كتاب المدرسه، ال 21 تدريب اللي في اخر كتاب المدرسه في غايه الاهميه، تمارين فريه جدا. اذا الطالب هيلاقي ايه؟ هيلاقي جدول، هيلاقي فيديو بيصحح له النحو وبيصحح له البلاغه. نعم. هيلاقي كمان ودي برضه هديه جميله معاهم، مذكره بي دي اف فيها اسئله ماسحه، يعني ما مش سايب حاجه، أسئلة واعية ماسحة لكل جزئية من جزئيات درس القراءة، فصل القصة، يعني أنا بقول له النهاردة أنت هتذاكر مثلا الفصل الأولاني في القصة مع درس قيم إنسانية، هيلاقي في مذكرة فيها أسئلة على قيم إنسانية، وفيها أسئلة على درس القصة، وفيها أسئلة يعني مذكرة، 6 مذكرات إن شاء الله هينزلوا تباعا. هو المذكرات هتنزل حسب التاريخ بتاع الجدول، ممكن أنزل مثلا مذكرة واحدة فيها مثلا 3-4 مواضيع اللي هم بتوع الاسبوع مثلا. نعم. المذكره دي هم 6 مذكرات يا استاذ، بس اهم حاجه يتابعوك. بالظبط.
يتابعوا الصفحه بس هيلاقوا دايما في لينك كده بينزل فيه ميدي اف ينزله على الجهاز بتاعه ويتبع. يبقى الخص له كده، هو معاه جدول معاه مذكره فيها اسئله مختاره وواعيه واجابتها النموذجيه، واكرر الاجابه النموذجيه اهم من الاسئله. طبعا الاجابه النموذجيه هي فرحتي ان انا شفت الاسئله ومش عارف الاجابه او بجاوب غلط، فلازم يطلع على الاجابه النموذجيه. الاجابه النموذجيه تكون من خلال فيديو، مع ان مش هتبقى اجابه خارصه، لان الاجابه الخارصه دي هي كده، لكن لما بجاوبها من خلال فيديو الطالب بيبقى فهم انا جاوبت كده ليه. شاف. فالجزء يعني الجزء اللي عايز يتشرح اشرحه طبعا، لان الجزء اللي عايز يتجاوب خلاص الاجابه عندي. يبقى عندنا الجدول وعندنا الست مذكرات وعندنا الفيديوهات الشارحه، يعني بجد زي ما انت قلت في البدايه يا استاذ يسري، فعلا الطالب والله لو اخلص معايا وتابع معايا وانا ان شاء الله ربنا يعيني مش هيبقى محتاج صدقني يروح يدرس خصوصا. احنا وتعليق اخر معلش اسمح لي من الاخر. انت قلت كلمه الوطن. طبعا الحقيقه الحته دي مصر بلدنا هتفضل بخير ان شاء الله، هتفضل بخير ومهما كان في حاقدين ومهما كان في ناس عايزه تهد البلد دي مش هتتهد ان شاء الله. وبقول لزمايلي المدرسين يا جماعه كل واحد قادر يدي البلد دي يديلها، كل واحد قادر يدي لاولاد البلد دي يديلها ومن قلبه. وانا اعرف ناس مخلصين اكتر مني وناس اشطر مني، بس هم نفسهم حد يوريهم بس الطريق يدوا ازاي، يوريهم الطريق. وهذه هي دعوه الى كل المدرسين المحبين لهذا البلد والمحبين لاولادهم من الطلاب، ان يعني يعني يتقدموا الينا في قناه بنذاكر، واحنا سوف نكون يعني تحت امرهم في بث حلقاتهم ودروسهم وابداعاتهم للطلاب، وان شاء الله كلنا نتكاتف في رفعه هذا الوطن. شكرا للاستاذ اسامه عز الدين خبير في الثانويه العامه ومدرس اللغه العربيه. شكرا لكم جميعا اعزائي الطلاب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مصر بلدنا هتفضل بخير ان شاء الله، هتفضل بخير ومهما كان في حاقدين ومهما كان في ناس عايزه تهد البلد دي مش هتتهد ان شاء الله. وبقول لزمايلي المدرسين يا جماعه كل واحد قادر يدي البلد دي